بعد الخرجة الموفقة للسيد رئيس الجمهورية لبلغاريا وعودته الميمونة لأرض الوطن، لا يسعني إلا التوجه بالشكر الجزيل له للاستجابة للمطلب المتعلق بتخفيض تذاكر السفر في فصل الصيف، ونطالب بالتسريع في تنفيذ أوامر السيد الرئيس حتى يتم رفع الغبن ويتسنى لأكبر عدد من أفراد الجالية شراء التذاكر للعودة في فصل الصيف. نثمن السنة الحسنة للسيد رئيس الجمهورية ولقائه بالجالية وانصات انشغالاتها أثناء خرجاته خارج الوطن. ومن هذا المنبر وجه رسالة للسيد وزير الخارجية بتوجيه تعليمات للسفراء بدعوة النائب لحضور هذا اللقاء بدلا من إقصاء ممثل الشعب الذي انتخبه الشعب لتمثيله ونقل انشغالاته للسلطات العليا للبلاد وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية. فقد اتصل بي العديد من أفراد الجالية للاستفسار عن سبب عدم حضوري للقاء، فلم أجد أي تفسير منطقي لإقصائي. نريد المساهمة الفعلية في بناء الجزائر الجديدة، ولن نرضى بتقزيم دورنا ومهامنا من أي شخص مهما كان منصبه.